سلام الله عليكم، صباح النور عليكم خوتي خواتاتي. ما نطولش عليكم في المقدمة، عندي يعني واحد النداء بسيط أننا نعاونوا هاد النساء وهاد الأطفال الرضع اللي جايبين مدة طويلة عالقين في سبتة ومليلية المحتلتين. هاد الناس ما فهموش كيفاش الناس ديال ويلبا يعني خرجوا وهما يعني في الباب، فرقهم غير الباب بلادهم وما خرجوش لحد الآن. عافاكم، بارطاجيو ونوصلوا الصوت ديال هاد الرضع وديال هاد النساء. كنشوف نعاونوا هاد الناس هادو، ما غاديش تعاونوني انا، لان كنشوف بعض التعاليق كيقول لك انت باغي تربح فلوس. والله العظيم كنبقى نضحك، واش اللي باغي يربح الفلوس كيلتجأ لهاد المواضيع بحال هادي؟ اللي باغي يربح الفلوس راه غير التخربيق، راه حنا كنعرفوا شحال الناس غير كيخربقوا، راه كيجيبوا الملايين ديال المشاهده. انا اذا بغيت نربح الفلوس ما غاديش يلتجأ لهاد المواضيع. انا اللي كيهمني وهو ما نشوفش الانسان كيعاني، بالاخص النساء والاطفال. هاد الناس هادو راه كيعانيو، لابد نوصلوا الصوت ديالهم، لابد يلقاو لهم الحل، لان راه ماشي نهار او لا شهر او لا، راه شهور وهما تما. راه جا العيد، راه دوزوا العيد الصغير، دوزوا رمضان، دابا جا العيد الكبير، لابد يخرجوا هاد الناس. ما نطولش عليكم في الكلام بزاف، تهلاو لي فراسكم، بارطاجيو معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا عالقات مدينه المليليه المحتله، حنا والاطفال ديالنا. حنا دابا 4 شهور هنايا، والسيمانه بلي تبلعت الحدود المغربيه مع المليليه، وكنناشدو بجلاله الملك الله يحفظه لينا باش يشوف بنفسه، يتكلف بينا بنفسه، يشوفنا هاد الدراري الصغار اللي كاينين هنايا. كاين اللي عنده 6 شهور، كاين اللي زاد هنا، كاين اللي دخل غير الدواء، كاين اللي زاد في ملاغا، كاين اللي مريض كان زايد في المغرب وخرج دخل هنا غير باش يداوى، هو حصل هنا. كاين اللي خلى الوليدات ديالو في المغرب، حنا دابا هنايا 4 شهور، كاين اللي كثر. السلام عليكم. كما سمعتنا نسكن من السوار، نمشي من الزكوده ندير في الخنبريش في مراش، نشوف واحد زفرته، واحد زفرته نقعد 5 شهور فوق، الرياح جاية باش فوق، نحصر دانيتيد. صورك وجهك؟ نحصر دانيتيد، الصاف تو غنفيق ظن خويا غيكون بالصاف، رخو وإذا تو غيتعاون نحر نزاينة، رخو غنحصر دانيتيد، عارف نقعد في منطقة برا، نطلب زي سعيد الدين العثمانية، أخ تعاون مصنف، نطلب زي جلالة الملك، أخ تعاون مصنف، بقاش نحصر دانيتيد. روخو رعيضة مزروة نعيد ديك الطاوانة، رعيضة مقاني قد نتعيد ديك الطاوانة، الوالدة ثارش، عارفة مغاثرش، عارفة ناني حجرة خاين تعانس المشاكل ديال الدار. ونطلب كل وقت عاون مصر نفخ السنة ديال روخو نحصر غنكي في مراش. السلام عليكم. السلام عليكم. هاد 4 شهور ونص هنا في المليلية، والدين هنا الولاد ديالنا وبغينا نخرجوا، ما لقينا بغينا نخرجوا. يقولوا في الوتيرة مبلعة. حنا رانا هنا ما عندنا مساويات، ما عندنا حتى شي حاجة، ما عندنا مشكلة في المليلية. رانا حاصلين هنايا واعر. خرجوا لنا نمشيو واحد ولادنا ووالدينا. انا عندي 2 بنيات في المغرب، خليتهم غير الوالده ديالي وها. وغادي قيسي شي مرض حاجه، شي حاجه هنا ديال العروق، العروق ديالي هنايا تيضروني. قلت مزيان غادي نخرج مريض من هنايا. السلام عليكم. انا عندي الولد ديالي دخلت هنايا دابا مده 4 شهور ونص، الولد نتاعي مريض، والولد نتاعي مريض بزاف، ودابا بغينا نمشيو عند ولادنا. عندي 2 ولاد في المغرب، ما كاينش اللي يخدم عليهم، الوالد نتاعي مريض، دابا مسكين كيلقى العقلانيه، مشات له العقليه، فكيمشي كيستنانا في الطريق باش حنايا ما جيناش، ودابا نقولوا للملك باش يخرجنا ان شاء الله في الايامات نعيدوا مع ولادنا، وراه حنا هنايا لا خدمه لا والو، وراه حنايا هنايا غادي يعني غادي نطرقوا يعني في الاخر ديالنا، ما راحناش مرتاحين في الاخر ديالنا. والسلام عليكم. هما هادو هاد الناس هادو دخلوا هنايا باش يولدوا في مالاغا، ودخلوا هنا باش يخرجوا للمغرب، وفاتوا هنايا من المليليه، هما دابا هنايا 4 شهور وسيمانه ملي تبلعت الحدود وما حاصلين هنايا. السلام عليكم. حنا كما قالت السيده راه حنا من امهات وعندنا رضع وعالقين في هذه المدينه المليليه المحتله، هذه مده 4 شهور وسيمانه، وحنا عندنا نفس المعاناه اللي عند جميع الامهات وجميع العالقين في المدينه. أكبر معاناة هي البعد عن الأبناء والوالدين والعائلة، إضافة إلى نقص المادة والأمراض اللي كنعانيو منها. حنا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يفرج علينا أولا، وعاد كنطلبوا من جميع المسؤولين ابتداء من الملك محمد السادس الله ينصره، ومن السي العثماني ومن السي بوريطة، يشوفوا لنا شي حل. ما يمكنش يستمروا في هذه الحالة.
الحاله ديالنا راه مزريه، ما يمكنش نستمروا في هذه الحاله. شوفوا لنا شي حل، حنا ما كنرف ما 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 كنرفضوش باللي الحدود تطرق، فتحوها غير نهار واحد، خرجوا هاد العالقين وعاود غلقوها، ما عندنا حتى شي مشكل، حنا ما ارتكبنا حتى شي جريمه. حنا جينا الحاله الصحيه ديالنا كانت صعيبه بزاف، هي اللي جعلتنا ندخلوا المليليه. من غير هاد المشكل راه ما ندخلولهاش، اصلا انا اول مره ندخل المليليه، دخلت في 12 في شهر 3 ولدت بنتي على غدا صبحت الحدود صافي باللعب. لذلك كنطلبوا المسؤولين ديروا معنا شي حاجه، راه ما يمكنش نبقاو في هذه الحاله. والسلام، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم خوتي، كتشوفوا معنا المعاناه اللي وصلت لنا حتى لعظم وليداتنا في المغرب، وحنايا راه ما كنديروا الفيديو، الناس كينتقدونا كيقولوا لنا علاش دخلتوا هنايا، راه حتى كل واحد والظروف ديالو، كل واحد والظروف ديالو، كاين اللي عنده ليموغاجي، انا عندي ليموغاجي ودخلت هنا للسبيطار ديال المليليه باش نولد وليداتي قليتهم في المغرب، راه ما دخلتش هنا بخاطري، ولا باغي انا المليليه ولا جايه نخدم، كاين اللي اللي داخل هنا غير باش يدير العقر ديالو، غير باش يعيش ولادو، هما الناس في الناظور راه عايشين من هنا، بزاف د العائلات عايشين من هنا، هما بقاو تما مساكن راهم كيموتوا بالجوع. كي كل واحد والظروف ديالو. السلام عليكم، انا بغيت نوجه رساله ديالي محمد السادس، ما نوجهها حتى شي واحد، حيت انا فقدت ثلاثه ديال ولادي في المغرب، عام الاول فقدت بنتي، ماتت ليا، الدكتور اللي كيتبان لي قال لي لو كان ولتيها في المليليه لو كان رقدوها، حيت ملي ولتيها هنايا حنا ما عندناش الاستطاعه، ودابا انا دخلت نولد، امي بغيت نخرج تحت بلعت الفرونتيرا، وخليت جوج بناتي في المغرب صغارات، وخليتهم غير العائلة ديالهم، هو هادشي اللي كنتمنى منكم، نتمنى تحلوا الحدود، حنا ما عندناش المشكل تبلعوا تخليوا الحدود ديما مبلا، حنا حلونا باش غادي نخرجوا، حنا العالقين غادي نخرجوا، والعيد دابا العيد الكبير قرب، العيد الكريم قرب، ورمضان والعيد الصغير، كلشي دوزناه مع دوزناه هنا في مليليه، ودابا بغينا نخرجوا، دابا بغينا نخرجوا نشوفوا وليداتنا ونشوفوا العائلة ديالنا. ايوا ندوزو العيد الكبير معاهم، وبناتنا كيبكي وتوحشونا، حنا توحشناهم، حنا مبقاش عندنا تسع الخاطر، دابا زيد مرضنا، ايوا كنتمنى هاد الرسالة توصل لمحمد السادس، انا هو باش كنتمنى، حيت هو ملك ديالنا، ما يقدرش يضيع الشعب، هو ديما كيقول لي هو كيقول واحد الحاجة، كيقول لهم قوموا بالمهمة ديالكم، المهمة ديالكم، المهمة ديالكم، هو هذا هو اللي كنتمنى يساعدنا ونخرجوا على وليداتنا نعيدوا معاهم ونفرحوا العائلة، العائلة راه مريضة. مريضة من جهتنا والوالدين ديالنا مرضناهم ومرضنا حتى حنا، هو هادشي اللي كنطلبو، شحال ما عندك في هاد المليلية خصك نصرو بزاف، عندهم المعيشة غالية، حنا كنتمنى تحلو لينا فرونتينا نخرجو غير العالقين، الباسبور الخضر اللي غادي يخرج، هادشي اللي كنتمنى منكم، حنا ما جيناش على شي حاجة، جينا غير على حساب نقدو ولادنا. السلام عليكم، كنطلبو من جلالة الملك شوفوا فينا، رانا كنتمحنوا هنايا، حنا ما عندنا حد، ما عندنا العائله، ما عندنا حد، كنتمحنوا بوحدنا والمصاريف، بغينا نخرجوا لبلادنا نعيدوا مع الوالدين ديالنا، نعيدوا مع الفاميليا ديالنا. شوفوا شوفوا الحاله اللي كاينين حنا، شوفوا الحاله تنام كيبكيو، ما بقاش عندنا فين نعيشوا هنا دابا، دابا ولات حاله فينا هنا، ولات حاله صعيبه عندنا. ولا شنو بقاو هنا؟ بقاو غير انتحار، ما بقاش شي حاجه هنا، بقا تسمعوا الرجال كنعيشوا هكا ديما كانت كتلو مع الزمان، دابا بنادم باغي ينتحر، دابا هادشي اللي بقاو لينا والله الا مرضنا مرض كبير، بقاو لينا غير الانتحار انتحر، هادشي اللي بقاو الا باتنا نعيدوا هنا والله حتى تفاجئوا من الليلية، غاتفاجئوا بزاف من الليلية، الا بقاو نعيدوا هنا سمحنا ولادنا غاتفاجئوا بنا في هاد الليلية من هنا، بقات لنا غير الانتحار، حنايا الواد الولد هادي سبيطار المشفى الحسني اللي زفتنا هنا قال لك سير ولدك هنا ما نقدرش ندير حتى شي حاجه، سير المليليه دبر راسك المليليه، ودخلنا واحد شهر ثلاثه دابا حصلنا هنا، شفت لنا سميتو الملغه، الملغه دوزت تما شهرين، رجعوا لنا هنا دابا حاصلين هنا، دابا راه غابقى غير خمس شهور، امو دارت عليه العمليه على الولد هادي، مازال هي راه عيانه في الدار، وحنايا مرمي هنا ولادي مرمي بالمغرب، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، نشوف المسؤولين غايشوف فينا.
كنطلبوا بكم اخواننا اخواتنا في المغرب باش بارطاجيو معنا هذا الفيديو باش يشوفوا بزاف ديال الناس. حنا بيننا وبين المغرب 4 ساعة 5 دقائق، حنا ما عندنا حتى ما ناكلوا هنايا حنا وليداتنا، وعندهم في المغرب مصعبين حتى على الصحاب الخارج مصعبين عليهم بزاف، وحنايا عند الباب يحلوا لينا حنا عند الباب واش كيستناو منا حنايا نديروا باش غادي نمشيو، واش حنايا عند الباب ونمشيو خدنا نمشيو حتى لفرنسا حتى لايطاليا باش نروحوا عند المغرب اللي راه عند الباب. حشومة عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، انا يا عليقه كنديت ليليا انا والراجل ديالي، دخلت الولد غير نداويه كان عندي مريض، شفتو الحسنه قالوا لي ديو قطعوا ليا قالوا لي ما غاديش يعيش، ديت مديت ليليا تما يعالجوه. دخلت هنايا دابا 4 شهور ونص. اخوتي شوفوا معايا هاد الدري، واش غادي تخلي هاد الدري هذا تخلي الكبده ديالها في المغرب يموت؟ ما تدخلش تداوي ولدها وانا نطيح على ولدي في النار، ولدي نطيح عليه في النار، واش انا نخلي الولد ديالي في المغرب يضيع الى سميتو غير ملي ليا ندخل ملي ليا ما ندخلش نداوي ولدي؟ نهار من نبغي نخرج ما غاديش نخرج، يبلعوا عليا. حشومه عليكم، كنطلبوا بجلاله الملك يتدخل في هذا الموضوع هذا يحل لنا بنفسه ويشوف الولاد ديالو راهم كيضيعوا هنا وحنا ولادنا في المغرب كيضيعوا. الملك الله يحمي والدينا ويجزيكم بخير، شوف عندها الدار يحسبونك بحال ولادك، الله يجازيك بخير. احنا ضايعين هنايا والوالدين ديالنا مساكنين مرضناهم معانا وراه ولادنا صغار في المغرب، زعما دير معنا شي حل الله يرحم الوالدين، زعما الله يجازيك بخير الله يشافيك ويشافي الملك، زعما دير معنا شي حل. انا الدار مرض كلشي مرض هنايا، الوالدين مرضناهم وانا ولدت بالعمليه وكل ولد بالعمليه ما خير من دابا ديالي وشرب حاجه، دير معنا شي حل الله يجازيكم بخير. خوتي بارطاجيو معنا هذا الفيديو، واش هاد الوليدات هادو ماشي ولاد المغرب؟ واش ماشي من حقهم؟ واش احنا هاد الوليدات هادو راه طالعين من اللي عنده 6 شهور اللي عنده 4 شهور ومازال هاد الدراري اللي هنايا معنا مازال كاينين كثار في الديور؟ احنا بغينا غير نعرفوا فين هي حقوق الطفل، فين هما هاد الجمعيات اللي في المغرب اللي كيدافعوا على حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الإنسان؟ بغيناهم يبانوا هنا. فين هما البرلمانيين؟ فين هما اللي كيهضروا في البرلمان؟ خاصنا هاد القضية هادي هي اللي تناقشوها في البرلمان، ماشي كتناقشوا شي مسائل اللي حنايا فهمتي ماشي غير ثانوية ماشي رئيسية. شوف المعاناة اللي العالقين اللي كاينين هنا في مليلية هي اللي ناقشوها. السلام عليكم، اختك ابن السور خرج سمازت مش عارف ياحن جيرواني تيت يتعانس الاصل المعرض اخويا يتعانس المعرض كسي خنيت في الدار غاسنيت شراس هذه شني كلشي تكراس نيت، ولكن خزاخ الدوله في الطلب جيني تشاند الخارج ضاوحن سجاد اسني غاروبه سجاد ناس تيار نشينا قهضوان انت الدار اقاضي مريتش دي مريتش أفوا... اربع ساعات اربع ساعات اربع ساعات اربع ساعات ماسك ماسك الحكومه ماسك الملك النخ ماسك الملك النخ واش شنو الطاوان ما غتجيبو الطاوانون قمر الطاوانون صاو حما صاو خا شنو نقول ايش حاجه يدولان شي نزل بنات قتل تاوي دار قزم ورومي هاوان غا نطيح رخو النور تاع الزوما خلي انت عارف انت هذا قنطا عمر تاع الزوما انتهى قايني داخل داك كيما حكيم بوش حاجه قمر هو درع نشكم يستورن دا يزيد شي خصا وين سكور شي نزو تشنزو مصدق القمارة مانيش ثابت ولكن حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كيما خلي انت عارف انتهى قايني داخل واخا مش حاجه نغني كتاب شو ما راح سخ سوق سوق ما سخ جمدا جمع قدرتي قايني داخل داك قيم واخا قيم مش حاجه نغني رعي في واد رعينا مزوان عليك طاون نتعانس المعاناة ذات الصباح من غنش وين موت تا رعيت كيما 17 يوم من مريني وين موت 17 يوم اللي بقات لي الولد وانت لي ولا اسبوني ومن لنا كلشي من لنا كلشي نوزا غاسل نشتي ندير مغربي نشتي وانت بغيت اسبوني جاردا الجن تعال نمشي حاجه الدوله اسبانيا عالم تيكيزر شنو هذا خنقتش نشتي دانيتي كنطالبوا جلالة الملك بقات 11 يوم ولا 17 يوم ما بقى والو للعيد ما بقى والو حنا كنطالبوا غير بجلالة الملك يشوف فينا هو من شخص بلادنا واش بغيتو حتى تموت شي وحده ولا راه كاينين الناس كاينين الناس تشفروا ديالهم كيحاصلين هنا تشفروا ديالهم في المغرب هنا.
انا نخرج قبل العيد الكبير، ديروا معنا شي حل الله يجزيكم بخير. هذه الحاله اللي كاينه هنايا راه حاله مهمه بزاف، وحنا كنتمنوا انها تتحل سادس. كنطلبوا جلاله الملك هو اللي يشوف فينا شخصيا هو اللي يتكلف بينا، يخرجنا لبلادنا، يخرجنا لولادنا حشومه. هادشي عيب وعار، هادشي عيب وعار اللي دايرين معنا هاد الحكومه هذه. حنا دابا 4 شهور وحنا كنستناو الحكومه كتشي جلاله الملك 4 شهور وغاديين في 5 شهور. انا شخصيا داخله في 5 شهور كنطالبوا جلاله الملك، كنطالبوا بالحكومه. حكومه جالسه عاد ما دايره والو، يلا كتدير ما على الدراري الصغار. واش ما حقهمش هذا تسجلوا في المغرب؟ واش كاين شي ولد عنده 6 شهور عاد ما تسجلش في الحاله المدنيه؟ عاد ما داش التلقيح. فين ديرتي؟